السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. ابن ممدوح العتمة مات، ده عنده صحة كتف في بلدك لحال. أنا بتاعت كنت نتكهر ده مبرنش غير كل موسم التاني، ما راح أشوف مين ده عمود على النهاردة. السلام عليكم يا أحلى ضياء، ثانية واحدة تقعدوا حاجة بقى، هستأذن بدخول يا عم. حاسب يا عم حيلك حالة أبو جهل دخل علينا، حاسب يا بابا في شوفونات في الجنب فيها أطباق صيني كده، ها لا تكسر منها حاجة عيالة. يا جدع ده نبي 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 عم الحاج خضتنا بقى بتشعر على روحك كده ليه؟ وبعدين طلع كده خلينا يلا، وبعدين عايز طعام، طعام عندك في الطعام وفي الثلاجة، الطعام وفي الثلاجة يا باي. وما معها ثلاجة يا فلوس؟ افصل فرد ازاي طيب؟ الثلاجة هقول لك بس رش، الثلاجة هي حتة كعبورة او ما يسمى كالبوزة كده، تمام؟ بتفتحها كده بتحط فيها بواقي الاكل اللي هو ايه، مثلا انت عندك اكل كده ايه واخد بالك انت معايا، تمام؟ اكل انت اكلته كده على السريع وفضل منه حاجه كده فتحطه في الثلاجه، تمام؟ فانت عندك بواقي محشي كده اكلهم، تمام؟ على العموم هل اجد عندكم جبنه بنطي؟ اقول له ايه ده؟ بص يا باشا، انت هتلاقي عندك توم لانشون وتوم جبنه روم، تمام؟ ما تقربش لهم نهائيا، تمام؟ هتلاقي جنبهم كده علبة دومتي، تمام؟ خدها واخفى من هنا. لا اله الا الله، استغفر الله العظيم. والله يا رجل انت لهجتك غريبة، بعد خروج الردة تغيرت لهجتكم واصبح لهجة قريش كده لهجة غريبة جدا. حسبي الله ونعم الوكيل. يا شيخ روح الله يسترك بقى، روح الله يسترك. الله، لماذا هذه المقلوصة؟ على العموم هل لديك رغيف خبز الطازج؟ يا جدع انت ما ركاش غيري، بقولك يا جدع وانا بقى بص خد الثلاجه وانزل، خد الثلاجه، انا بقول خد الثلاجه وانزل يا حرق، خد دي بقى. هكذا شكرا. ايه يا شيخ نايم بقى يا جدع، يا عم مروح مروح بقى يا باي. ايه الناس دي؟ الواد ده اتأخر كده ليه؟ ايه ده؟ طبعا الكشري طلع من التلاجة؟ روح شوف كده. انت بتبقى بده؟ انت مش انسان؟ انت ما عندكش رحمة؟ خيرا يا رجل، طعمك كان فيها بتاع الفقيرة ياكل. فاير فاير، انا بص هجوعك على قدك، بص بقى انا مجهز لك الفردة التانية، تعال لي بقى انت كده عشان انا هوريك هعمل فيك ايه. انت تعبان انت تعبان مالك يا رجل؟ والله لابسك يا رسالة قريش، والله والله لابسك الامامة. يلا يا حبيبي بعد ما تشتكي لسادة قريش تعالى تعبان، بس عاملك بس عاملك. ها يلا حبيبي اتكل على الله ان شاء الله تشتكي لعبد المجال. يلا حبيبي يلا حبيبي. انت تعلم جيدا انني من بني قريش، وانت من بني من؟ انا من بني من، انا من بني سوف حبيبي. يلا حبيبي اتكل على الله. يلا حبيبي ثوريك لعنة طول الجلسة عليك، لعنة طول الجلسة عليك. يلا حبيبي كده سلام. ماذا بك يا رجل؟